استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الامريكي. وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان اللقاء شهد تاكيد قوه ومتانه الشراكه الاستراتيجيه بين مصر والولايات المتحده، كما بحث عددا من ملفات التعاون الثنائي وقضايا المنطقه ودور مصر المحوري في محيطها الاقليمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا موسعا رفيع المستوى. من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الامريكي. يضم السناتور لينسي جراهام عضو مجلس الشيوخ والسناتور روبرت ميناندس رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشيوخ. بالاضافه الى عدد من مسؤولي واعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي. أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الاقليمي والدولي المضطرب، وما يفرزه من تحديات متصاعدة وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم. اضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس وقيادات الكونغرس الامريكي تطرق الى سبل تعزيز العلاقات الثنائيه بين الدولتين لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الامريكيه في مصر حيث تمت الاشاده بجهود التنميه الشامله الجاريه في مصر لا سيما على صعيد تحديث البنيه التحتيه وانشاء المدن الجديده وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقه المتجدده والخضراء واستصلاح الاراضي الزراعيه كما تناول النقاش جهود مصر في مكافحه الارهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الانسان وارساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافه التعايش ومبادئ المواطنه وعلى صعيد القضايا الاقليميه والدوليه تم التباحث حول العديد من الملفات على راسها الازمه الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها الجيوسياسيه والاقتصاديه وسبل تعزيز السلم والامن الدوليين، الى جانب المستجدات على الساحه الاقليميه وما تمر به المنطقه من ازمات، لا سيما في السودان وليبيا وسوريا. حيث تم التوافق حول اهميه الاسراع في التوصل الى حلول سياسيه لتلك الازمات، بما يحافظ على وحده الدول ويصون سلامه اراضيها ومقدرات شعوبها، مع تاكيد اهميه الدور المصري الايجابي والحيوي في هذا الصدد. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حاليًا بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. تناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري على المستويين التاريخي والراهن. في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه وأكد سيد الرئيس من جانبه موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يفتح الأفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقه